تسعة ولا ستة ولا ثلاثة؟ كيف سيكون الوضع على الدوري الإنجليزي الممتاز في نقاط ليفربول وفي أعداد مانشستر سيتي بعد نهاية التسعين دقيقة؟ ساعة ونصف حرب، ساعة ونصف كرة، ساعة ونصف معركة بالحق صارت في آخر السنوات بين غوارديولا ويورغن كلوب. تستوي العشاق وحبي المستديرة تشكيلة الريدز ليفربول لحراسة المرمى أليسون بيكر، علمين أرنول، علي سار، سكوتلاندي روبرتسون، لوبرن في غياب المصاب ماتيب، مع فيرجيل فان دايك 305 باس بنسبة نجاح 82%. ستيرلينغ البداية بدون مقدمات، ستيرلينغ وحده يطرق برناردو بدون مقدمات، السيتي يهاجم ليفربول هول، ولكن السيتي بمن حضر؟ برناردينيو لاعب وسط الميدان، لاعب دفاع، فرصة فرصة، كرة بكرة، يرجع يضيف فابينيو جول، واحد بلاش ليفربول، 1-0 من فابينيو، أي تير يا فابينيو، أي تشوطة يا فابينيو، البرازيليرو يؤكد العقدة، يؤكد اللعنة، والحكم ماذا يؤشر، ماذا يقول؟ ننتظر القرار، ولكن في أي قرار مهما يأتي سأعيد وأكررها على السامعين. الناس تعرف الناس، والخيل تعرف ركابها، وليفربول يعرف كيف يأكل من كتف السيتي. 1-0 حاليا في انتظار التأكيد. الحكم أوليفر يتكلم، شوف الفرصة، شوف الصورة، المطالبة بضرب جزاء، فان دايك أو لا؟ هو اللاعب أرنولد ألكساندر، بينالتي فما ما فماش، تمشي كونتر أتاك، ساديو شيل، ستونز شيل، الحكم ماذا يوقف من أول محاولة؟ يسجل فابينيو 1-0، موعودين بأربع خمسة أهداف، الشو ينطلق، فابينيو يؤشر ويقص شريط المتعة هنا في ستادل في الشوط الأول. تمشي الكرة للسيتي، خطيرة، والتعادل يضيع. محاولة أخرى من راح في بداية مبارياته عند الكبير، في الشوك الكبير بين البطل والوصيف حال فنية لبرشلونة 2008. أوه، التعادل يضيع من جديد. من 2008 في برشلونة بدأ التدريب. الخطورة والدفاع ضايع، وفرصة الثاني صلاح، والهدف الثاني، الهدف الثاني من صلاح. دندن يا صلاح، مول يا صلاح، عبر بالمصري يا صلاح. صدرت مصر لإنجلترا القطن، وتصدر لهم نجم النجوم صلاح. الثاني في دفاع ضايع، بل دفاع لم يأتي. أي بداية الأحمر، أي قسوة يا ليفربول، أي تاريخ يكتب، أي مدونة توجد، أي مجلد يفتح؟ فماش تسلل، دفاع ضايع، ستونز وفرناندينيو عمره ما كان أكسيال، يضرب الرأس صلاح ويسجل ثاني الأهداف. روبرتسون بالملي على راسه، طريق واحدة يلعب الثانية، شينا برشا حلوة، برشا وركنية، الليفر في طريقه لبومبارد، كرة تمشي ودارت مليح، مازال الأمل، أين الرأسية؟ والمتبالك استرليك دافع يا رحيل، أوه يا صلاح، أوه يا خلينو، الخلينو، والكرة ضايعة، أوه، كرة من دي بروين، حلوة برشا، شينا برشا شوت، والكرة ما تفوت، وخرجت من كرش الحوت يا انخلينو، انخلينو، انشلينو، خاوة الأجيم، الجيم لا يفتح من جديد يا سيتيزن، حلوة حلوة لنوزع كرة، يرجع بالكرة بالراس، فماش تسلل، يضرب كرة ولكن كرة عالية، كرة في الأوفسايد، نعم. تمشي فتاك اسمه صلاح، عالمي يا صلاح، حلوة يا ليفربول، روبرتسون خطيرة لأنه فما فتاك، حذاري، والكرة كانت صعبة، الكرة من لوبرن الكرواتي. يعني يسجلوا السيتي خارج قواعد أكثر من يسجلوا ليفربول في دار، وضرب جزاء الركنية تأتي، ورحيم ألكساندر أرنولد. الكرة ستلعب ثاني من ثاني، يضرب الديناميت، يا روبرتو، هذه ركنة، هذه الركنة يا روبرتو، هذه الركنة يا روبرتو، شقها، حط الكرة على طريق الثالث، والحارس يكون زاهي، يكون حزين، يولي يسهى، نعم جري الكرة، حاول يا ووكر، اضرب يا ووكر، شوت يا ووكر، حطها يا ووكر، لا يا ووكر لا. غوارديولا يتاكل ممتاز، التاكل ممتاز جدا. الكرة بيروح لكسرة السماح يا ليفربول. ترجع الكرة دي سوت
برنارد شو احد اكبر الادباء في تاريخ سيتي. خطيره جدا امشي اكويرو، جاتك فرصه يا اكويرو. اكويرو اكويرو لا والله منحوس، لا والله منحوس. لو جيبوا لك الفانوس، سواء الفانوس الاصلي ولا الفانوس المضروب من الصين يا اكويرو. اه يا اكويرو، اه يا اكويرو، ما هذه ما هذه يا كل دفاع السيتي. ترجع الكره كونتر اتاك نموذج ضاع. هوبا يا فينا، كره بنينه خشينه. صلاح يا ولد يا ولد يا قط مصر الاسطوري، قصة الاساطير. يضرب كوره على اليمين، يدخل الكوره عن طريق خطيره، اعطي كوره خطيره. هو جوير تشبيك تتلعثم، شو رميه جانبيه لنجم ليفربول محمد عبد الرحيم. يمشي ستيرلينج، رحيم ستيرلينج، والركنيه من ارنولد الثاني. خاصة من السيتي معظم اهدافه بالشوط الثاني، خطيرة. وركنية ثانية، وركنية ثانية. فما أول شيء إيجابي، أول كيفن دي بروين، كيفن دي بروين حلوة. فما تسلل، نعم فما أوفسايد على كون أجويرو، فما تسلل على السير. لا تبقى قائمة مع تقدم الوقت، ممكن يلعب الكرة تمشي من جوردان، جوردان رودبيركي وزع ونجح في التوزيع الثالث والهدف الثالث. نبهتك حضرتك، قلت لك ردي بالك، رد ما رديتيش بالك. قول الثالث يا سيتيزن، 3-0 ساديو. النتيجة صارت ثقيلة، النتيجة صارت كبيرة، الضريبة صار قاسي. بيب غوارديولا يسقط بالثلاث، 3 نقاط من ذهب. بطولة شتوية مستحقة، ولكن شعب الحمراء يريد بطولة الصيف يا جوردان. ما هذه الهشاشة في الدفاع؟ يهرب على جوندوغان مسؤول، جوندوغان اجرى معاه وقف. شاهدوا اللقطة من جديد، شوف جوردان، شوف جوردوغان مشى معاهم بعيد. يمشي بالكرة، حطها يا رحيم، سلل يا ستيرلينج. جول، الهدف الأول يضيع. الكرة تمشي في رجل، تضرب في قبع جاي، هو فيرمينو المنتظر، فيرمينو يركنها. روبرتو ديناميت فرناندينيو، ظلم فرناندينيو، شوف مسكين فرناندينيو. فرناندينيو ماذا سأقول؟ هل يجوز المثل أم لا؟ كرة مسال الخير، والرابع جاي، والرابع جاي، يطالبون بالبر. الكرة ترجع لقادم أخبار استاد الأنفيل. يحط الأدري، هو خيار، هو مدرب، هو ما غوارديولا. والكرة تمشي صلاح لا بعيد على روبرتسون، لا يصل لي. وكل يوم عادل مرين الهجوم وحده مع خطوط عقلية ألمانية، يعني وقت تتاح الفرصة أنه ينتصر بالأرض. ارجع الكورة، من هذا؟ هذا رودري، رودري الغائب الحاضر. يمشي هو الدفاع، وارنولد وعود له ارنولد، هو الدفاع. هل يتكرر السيناريو العام الماضي ام لا؟ يفوت، يحط كورة، والحكم ماذا يقول؟ ضربة مرمى 5 متر و50. رحيم قال بعقلك انت ولا لا؟ وارك اسكتلنديين، اسكتلنديين صنعوا رجال في الاخير. والكورة ترجع دي بروين، يمشي دي بروين، ماني قتلك، ماني قتلك حد. دي بروين ملا كورة وملا عكس كورة. مانشستر سيتي لن يكتب له الهدف اليوم. على فكرة 10 مرات هنا السيتي اسم مرحلة ما بعد، ما قبل الرباعية وما بعد، لكل ملاعب الدنيا الا في استاد هذا في الانفيد عصي في مباراة الدوري الانجليزي. 40 كورة لحد اللحظة، منهم 19 على المرمى بين مصر والجزائر. حبيت تتذكر اللقاءات الكبرى، نتذكر لوس انجلوس 84 وهدف الغزال الاسمر. الهدف قد يكون حاسم الخواتيم. الكوره من رحيم والدفاع، صلاح صيب كوره، صلاح كان ممكن يلعب الكوره هذه مع فعل ليفربول، ما يخلوش يمر، ما يخلوش حتى مساحه. الكل دقت، الكوره ترجع لعرضيه، ومره اخرى شوط الهدف. اخيرا برناردو سيلفا، اخيرا سيلفا الاصرار، اخيرا سيلفا المهاره، اخيرا سيلفا يسجل. وعقليه ليفربول الجديده امامك في لحظه. الغضب من يورغن كلوب. ماذا يريد كلوب؟ ماذا يريد كلوب؟ يريدها بالشايح، يريدها ناشفه 3-0، يريدها بالكلين شيت. ليس هناك خطا، ليس هناك خطا، ما فما شيء هنا، ما فما شيء هنا. ممكن يطالب بفوز. سيتيزن يلعب الكرة سكاي بلو، واحدة ثنائية، هي الثاني، هي مش ستيرلينج، ستيرلينج فما مسك، فما ستيرلينج، فما كوب، والكرة تمشي، فرصة لمسة يد، والحكم شيطان. هاي لاسقة في بدو، هاي بعيدة، بربي يعملوا قانون لمسة يد. ما انت عتبة يا كويرو.